بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب. إن شاء الله النهاردة هنكمل محاضرتنا في الرسم الفني، المحاضرة التانية، واللي بتتكلم عن الجيوميتريكال كونستراكشنز والتانجنسي أو عملية التماس. الجيوميتريكال كونستراكشنز يعني مقصود بيها الإنشاءات الخفيفة اللي بنحتاجها دي علشان نقدر نعمل عمليات الرسم الهندسي المعقدة، زي تقسيم دايرة، زي تقسيم خط، الكلام ده. التانجنسي وده اللي هي المماسات، ودي موجودة عندنا كتير في الأجزاء الميكانيكية أو الأجزاء الهندسية عموما. تماس دايرتين، تماس دايرة وخط، وهكذا. إن شاء الله المحاضرة هتبقى احتمال كبير على جزئين، جزء هناخد الجيومتريكال كونستراكشنز مع جزء صغير من التانجنسي أو المماسات، بعد كده ناخد الجزء الثاني من المماسات في محاضرة وراها على طول إن شاء الله. أول حاجة هناخدها في الجيومتريكال كونستراكشنز إزاي نقسم زاوية بدون ما نعرف الزاوية دي المقاس بتاعها كام، أو مش هنحتاج حاجة غير برجل ومسطرة علشان نقدر نقسم الزاوية. عندنا الزاوية هي الموجودة الأساس AOB. إزاي ننصفها؟ أول حاجة بنعملها بنفتح البرجل بفتحة، بأي فتحة، بأي طول، تمام. وبعدين بروح راسم الخط، برسم قوس. القوس يقطع الخطين دول في نقطتين، نقطة سي ونقطة دي. باجي بركز تاني، ممكن بنفس الفتحة أو فتحة أكبر، المهم إنه الأقواس تتقاطع. برسم قوسين، القوسين بيتقاطعوا، برسم في نقطة سي، بركز في نقطة سي وارسم قوس، واركز في نقطة دي وارسم قوس تاني، بيتقاطعوا في نقطة. بوصل الأو مع النقطة دي سميناها إيه، يبقى هو ده اللي بيقسم الزاوية إلى نصفين متساويين، يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. الكونستراكشن التاني هو إزاي نقسم خط. عندي خط إي بي، معرفش برضه طوله، معرفش هو يعني قياسه إيه، لكن كل اللي انا اعرفه ان انا عاوز انصف. فبركز بسن البرجل في نقطة بي، او في نقطة اي الاول او نقطة بي، وبعمل قوس، قوس ده. وبعدين بعد ده اجي في نقطة بي اركز قوس تاني، يتقاطع القوس القوسين في نقطة. طبعا اهم حاجة ان الفتحة اللي انا بختارها تكون أكبر نظريا بالنظر من منتصف من نص الخط إيه بي، تمام. أنا أفتح الفتحة أكبر من المنتصف ونعملها يتقاطع الاثنين في نقطتين، نقطة سي ونقطة دي. أجي بروح موصل بالخط سي دي، النقطة دي هتبقى هي نقطة المنتصف، نقطة المنتصف بتاعة الخط، ودايما بيبقى ده خط، الخط ده عمودي على الخط اي بي. يبقى ده برضو الكونستراكشن ده، ان انا لو حابب اعمل عمود من المنتصف بتاع الخط، فدي نفس الطريقة اللي احنا بنستخدم. طيب ايه تاني عندنا؟ في ارك او قوس، جزء من دايرة. القوس ده أنا عاوز أنصفه بنفس الطريقة. بنركز في إيه؟ برضو بفتحة أكبر شوية من نص القوس، وبعمل القوس الأولاني، قوس كبير كده زي ما احنا شايفين، وبنفس الفتحة. أهم حاجة بنفس الفتحة بروح راكز في النقطة بي، وبعدين أعمل القوس التاني، هيتقاطعوا في نقطتين، نقطة سي ونقطة دي. أوصل بينهم، يبقى النقطة دي هي نقطة منتصف
القوس اللي احنا عاوزين ننصف. طيب ايه تاني؟ عايزين عندنا قوس، القوس A B، لكن عاوزين نعرف فين المركز بتاعه. يعني عندي في رسمة من الرسومات الهندسية، عندي رسمة ومش عارف اجيب الريديوس بتاعها، عاوز ارسم، عاوز انفذ، مش عارف انفذ، مش عارف انفذ ليه؟ لانه النص القطر بتاع القوس ده غير معلوم عندي. طيب غير معلوم عندي يبقى لازم احدد. فاول حاجه هنرسم خطين اي سي وبي دي. يعني انا هاخد لما الرسومات بدات تتعقد شويه هنبدا ناخد الخطوات اللي احنا كاتبينها ونطبق. فاول حاجه هنرسم خطين، خط اي سي وخط بي دي باي طول، المهم ان الاثنين يتقاطعوا مع الايه القوس بتاعي. فبقى عندي كام نقطه؟ عندي نقطه A ونقطه C ونقطه D. طب هعمل ايه؟ هاجي انا عندي دلوقتي في كل خط من الخطين اللي خدتهم هنصفهم. عارفين نصفهم ازاي؟ عارفين نصفهم ازاي؟ بنفس الطريقه اللي احنا اتعلمناها في تنصيف خط مستقيم. هنفتح فتحه بالبرجل اكبر من نص طول الاي سي ونعمل قوس، وبعدين نيجي نركز في سي بنفس الفتحه ونعمل قوس تاني. القوسين هيتقاطعوا في نقطتين، النقطتين دول لما نوصلهم هينصفوا لي الخط اي سي. هنمد الخط لغايه شويه تحت ونعمل نفس الكلام على الخط الثاني اللي هو بي دي. هنركز ونبدا نلاقي النقطتين دول، هنوصلهم ببعض ونمدهم، هيتلاقى المنصف بتاع اي سي والمنصف بتاع بي دي في نقطه، هي دي تعتبر مركز الخط، مركز القوس اي بي. كده انا على طول اخد اركز بالبرجل هنا ولغايه هنا، وبعدين ده نص القطر بتاع القوس اقيسه. طب انا كده حددت الطول او نص القطر بتاع القوس بتاعي، وحددت كمان مركزه ومكانه فين بالظبط. الخطوه اللي جايه او الكونستراكشن اللي جاي هو ديفايد ا ستريت لاين into a given number of equal parts. عندي الخط A D، الخط ده عاوز اقسمه، عاوز اقسمه لاجزاء متساويه، عاوز اقسمه لسبع اجزاء متساويه. هنا اول حاجه بيقول draw AC at angle theta to AB. يعني انا عندي هاجي على اي زاويه، ما ثيتا دي اي زاويه، واروح راسم خط اي سي. الخط ده ملوش دعوه بايه، خط اي بي دون هو ده اللي انا عايز انصفه، انا عاوز اقسمه الى اجزاء متساويه. فبعمل ايه؟ عاوز اقسمه لكام جزء؟ عندنا عاوز اقسمه الى سبع اجزاء. يبقى construct the required number of equal parts of convenient length. ده اجيب اروح اقيس، اقيس الحته من الاول هنا كده، عايز اعمل كام؟ سبع اجزاء او سبع قطع. فبروح جاي من نقطه ايه واحدد برضو اي طول، المهم انه يكون يدوني الايه يدوني العدد الاجزاء اللي انا عاوز اقسم بيها الخط الكبير. فبقيس دي من ايه لواحد، قد من واحد لاثنين، قد من واحد لثلاثه، قد من واحد لاربعه. فبقى عندي نقط هنا موجوده، نقطه عند واحد ونقطه عند اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسبعه. خلاص هما دول سبع نقط. اعمل ايه؟ اروح موصل النقطه السبعه واقول join the last point 7 to B. وصل اخر نقطه اللي هي 7 دي
ب ب. خلاص رسمنا عندنا النقط دي كانت موجودة، وصلنا الخط ده. فبقى عندي الخط آخر خط دون على آخر نقطة في الخط اللي أنا عاوز أقسم. بعد كده أنا باجي برسم بقى، أرسم parallel lines خطوط، أرسم الخط ده موازي للخط ده، هيتقاطع هنا في نقطة، وهرسم خمسة وموازي للخط الأساسي والخطين دول، يبقى كل الخطوط هرسم متوازيات من النقط الموجودة عندي اللي أنا حددتها الأول، تمام؟ فيديني هنا أنا كده قسمت الجزء أو الخط بتاعي إلى أجزاء متساوية، تمام؟ نلاحظ هنا إن إحنا هنا ما احتجناش لطول الخط AB، هو هنا اللي إحنا محتاجينه هنا طول الخط AB مش محتاجه، أنا كل اللي محتاجه إن أنا أرسم خط بأي زاوية، وإن أنا آخد أجزاء متساوية برضو بأي طول، وبعد كده أبدأ أشتغل عليهم علشان أوصل لعملية التقسيم دي. طبعا إزاي بقى الكونستراكشنز التانية هي عمليات البوليجونز. البوليجون زي ما أنتم شايفين كده أي حاجة محدودة بمجموعة من الأضلاع دي بنسميها بوليجونز، المثلث بوليجون بس ثلاثي، المربع او المعين او المستطيل بوليجون بس رباعي، الخماسي، السداسي، السباعي، الثماني. فالتعريف بتاع البوليجون هو a plane figure bounded by a plane figure، يعني شكل مسطح او شكل مسطح bounded by straight line، يعني محدود بمجموعة من الخطوط المستقيمة of equal length and contains angle of equal size. هو يبقى كل الانجلز هنا دي بتساوي دي بتساوي دي بتساوي دي بتساوي دي، المثلث المتساوي الاضلاع برضه هنا جميع زوايا متساوية، المربع والمعين برضه جميع سوري المربع بس، السداسي، الثماني، تمام. طالما الزوايا بتاعة الداخلية بتاعة الشكل متساوية يبقى الشكل ده يطلق عليه البولي. طيب أول حاجة هنعملها هنا عاوزين نرسم بوليجون خماسي مثلا داخل دايرة، عندي دايرة وعاوز أرسم جواها بوليجون. أول حاجة هنا بنقول draw the given circle with AB as a diameter، عندي الدايرة أول حاجة هعملها وهرسم الدايرة الخارجية AD، الدايمتر بتاعها طبعا نص الدايرة لازم يكون معلوم، تمام. هنرسم الدايرة divide the diameter AB into n equal parts say 5، يعني احنا هنا بس كمثال قايلين ان احنا عايزين نقسم او عايزين نعمل بوليجون خماسي، تمام، خماسي الشكل في خمس اضلاع. طيب اقسم ازاي؟ اتعلمناها في الخطوه اللي قبل كده، بقسم الاول برسم خط بزاويه، وبعدين بعد كده برجع بخطوط موازيه علشان انفذ اللي هو التقسيم باجزاء متساويه، تمام. يبقى دي ثاني حاجه، يبقى اول حاجه رسمنا الدايره، تمام، الدايره دي اول حاجه. نمرة اتنين رسمنا ال اي بي القطر بتاع الدايره، القطر بتاع الدايره عاوزين نقسمه لاجزاء متساويه، رسمنا خط بزاويه ثيتا زي اللي قلناها قبل كده، وبعدين قسمنا الخط إلى أجزاء
متساوية أو مش قسمنا، هو إحنا بنقيس بس أجزاء متساوية زي ما إحنا عايزين، وبعدين بنوصل النقطة دي بنقطة B، وبعدين نرسم موازيات يقوم يطلع لي النقط A1 A2 A3 A4، وطبعا النقطتين الأساسيين اللي هم A و B. تمام، بركز في هنا بعد كده، خلينا نكمل مع الوصف اللي احنا عاملينه. With AB as a radius، يعني لو AB ده وب AB ده كنص قطر، draw arcs intersecting each other at M. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هاخد هركز بالبرجل واخد الفتحه كلها اللي هو القطر كله، هركز في ايه واعمل القوس الاولاني ده، مش مهم عندي هتقاطع فين تحت، المهم انا هرسم هيتقاطع من ناحية واحدة، وهنشوف دلوقتي هنعملها ليه. وبعدين اروح شايل البرجل بنفس الفتحة واروح لعامل قوس تاني من هنا، طبعا لانه احنا عندنا الفتحة دي تساوي قطر الدايرة، فطبعا القوس ده بيمس الايه الدايرة من بره، هيتقاطعوا في النقطة M. تمام، هاخد خط، أنا دلوقتي لسه إحنا عاوزين نرسم شكل خماسي داخل ده، فهركز هوصل الخط M ده بالنقطة الثانية اللي هي نقطة 2، هو هنا بس إحنا مكتوبة join M2 هي MA2، يعني إحنا بس عطينا هي النقطة رقم 2، فبنوصل النقطة الـ M بالنقطة رقم 2 وبنمدها. بنبننا نمد لغاية ما يتقاطع مع الدايرة فين؟ هيتقاطع مع الدايرة في تمام، هي النقطة دي خلاص. يبقى join A with I، النقطة دي سميناها I، هروح نوصل الخط A بI، ده هيبقى أول ضلع من أضلاع ال إيه الشكل الخماسي. هنيجي نركز بالبرجل ونقيس الفتحة دي، وهركز هنا واروح عامل قوس، يبقى دي النقطة الثانية، واروح موصل اركز هنا واعمل قوس، يبقى دي النقطة الثالثة واوصل، وهكذا يطلع لنا الايه البوليجون الموجود داخل الدايرة. طيب عندنا حاجة تانية، عايزين نرسم بوليجون شكل سباعي هنا، والشكل دون ما عندناش غير خط واحد، عندنا الضلع بتاعه، الضلع بتاعه هو AB، دي الحاجة الوحيدة المعلومة عندنا. تمام، أول حاجة بعملها إن أنا برسم الخط draw the given length of one side AB. خلاص هما إحنا نديك الـ AB طول AB، بتعمل AB وبعدين بتبدأ ترسم منه نصف دايرة بالشكل ده. يبقى أول حاجة موجودة رسمنا الخط ده، وبعدين عملنا نص دايرة، فبقت النص الدايرة دي كلها كده موجودة عندي. طيب الخطوة التانية، الخطوة التانية أنا عندي التقسيمات دي، تمام، التقسيمات دي هنعملها زي ما احنا شايفين كده divide the semi circle into 7 equal angles. أنا عاوز أعمل شكل إيه زي ما قلنا في الأول؟ شكل سباعي. الشكل السباعي يبقى عاوز كام، في كام زاوية؟ كام زاوية متساوية؟ 7 زوايا. يبقى هقسم النص دايرة ال 180 درجة دول إلى 7 زوايا. يبقى هاجي هنا الزاوية الأولى، الزاوية الثانية، الزاوية الثالثة، لغاية الزاوية السابعة. يبقى أنا بقى عندي إيه؟ بقى عندي النقط. طبعا ممكن جدا تكون المنقلة عندك أكبر من
الخط مفيش مشكلة، هتبقى هنا مثلا، هتبقى هنا، المهم انت في الاخر هتروح موصل الخط ايه بالنقطة اللي انت قستها وتمدها. نفس الكلام 5، نفس الكلام 6، نفس الكلام 7، المهم ان احنا هيكون عندنا النص دايرة متقسمة الى 7 زوايا، ال7 زوايا دول متقاطعين في النقط، 6 نقط، تمام. ودي الخطوة اللي بعد كده، draw a radius line from A through point، لا خلونا دي لسه، into 7 equal using a protractor، protractor اللي هو الايه المنقل، and through the second division from the left join line A. النقطة التانية برضو فاكرين اللي قبل كده قلنا النقطة التانية، وهنا قلنا النقطة التانية، يبقى through the second deviation from the left، من الديفيجن التاني من الشمال، هنا 1 هنا 2، وصل الخط ايه النقطة ايه مع النقطة 2، يبقى ده النقطة التانية. احنا فاكرين احنا رسمنا نص دايرة، وده نص الدايرة، يبقى ده رسمنا أول AB، ده أول خط أو أول ضلع. دلوقتي بقى عندنا بنفس الطول ايه لغاية 2، ده برضو ضلع تاني، تمام. يبقى كده رسمنا الضلع التاني. أركز